يا صباح الخير على جمهور أكبر قلعة رياضية في مصر. صباح الخير عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء، وحلقة جديدة من حلقات نهارك أبيض ليوم الثلاث الموافق 19 نوفمبر 2024. حلقة جديدة من نهار أبيض جديد علينا وعليكم إن شاء الله. والنهاردة في فقرة سهم وقوس هيكون ضيف حلقتنا هو كابتن شريف فوزي، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين لنادي الزمالك. خليني كده أبدأ بقى معاكم النهاردة كلامنا بختام مشوار التصفيات بأمل عربي جديد وأرقام قياسية بقى بنبحث عنها مع العميد. النهاردة يا جماعة الساعة 5 مساء إن شاء الله هيكون ختام مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالنسبة طبعا لمنتخب مصر بملاقاة منتخب بوتسوانا، واللي عنده فرصة كبيرة في التأهل للنهائيات ومرافقة منتخب مصر بشرط إن هو يخرج بأي نقاط من لقاء اليوم ولو نقطة واحدة بس أو يخسر، ولكن في المقابل منتخب موريتانيا العربي الشقيق ما يكسبش على ملعبه كاب فيردي. طيب ده إزاي ممكن يحصل؟ خلوني كده استعرض معاكم بقى الاول جدول الترتيب وبعدين نشرح الوضع في المجموعه بالظبط عامل ازاي. اول حاجه عندنا منتخب مصر في الصداره ب 13 نقطه، ضمنت التاهل من بدري وضمنت الصداره. عندنا في المركز الثاني بوتسوانا برصيد 7 نقاط، 3 كاب فيردي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ولكنها ودعت التصفيات بشكل نهائي، وهنقول لحضراتكم ليه ده حصل دلوقتي. 4 موريتانيا في المركز الرابع والاخير، ومع ذلك عندها لسه فرصة الأكبر في التأهل رفقة منتخب مصر للنهائيات إن شاء الله. والنهاردة الساعة 5 مساء زي ما قلنا مصر هتستضيف بوتسوانا وموريتانيا، هتستقبل كاب فيردي زي ما قلنا، ودي هي الحسبة اللي احنا هنقولها لحضراتكم. طيب ايه هي فرص التأهل في المجموعة دي، ومين ممكن يخطف بطاقة التأهل التانية للمغرب بعد مصر، وازاي موريتانيا هي الأقرب على الورق؟ الفكرة كده ان منتخب كاب فيردي عنده 4 نقاط صحيح وفارق اهداف 3 مقابل 4 نقاط، وده لمنتخب موريتانيا ولكن بفارق اهداف اقل وهي 4، ومع ذلك برضو كاب فيردي خرجت لانها حتى لو كسبت موريتانيا في نواكشوت النهاردة هتوصل ل7 نقاط وهو نفس رصيد بوتسوانا، ولكن بوتسوانا برضو متفوقة عليها في المواجهات المباشرة لانها كسبت رايح جاي، وبالتالي خلاص كده كاب فيردي كده كده هتكون بره المنافسة. في المقابل بقى عندنا موريتانيا لو كسبت كاب فيردي ووصلت للنقاط اللي احنا بنتكلم عليها فده ايضا نفس رصيد منتخب بوتسوانا، ولكن موريتانيا متفوقة على بوتسوانا في المواجهات المباشرة لانها برضو كسبتها ماتش وتعادلوا التاني، وبالتالي هي مطالبة ان هي تكسب مبارياتها النهاردة على ارضها امام كاب فيردي اللي ملهاش اي فرص زي ما قلنا، كاب فيردي خلاص بره المنافسة. وبننتظر بقى هزيمة بوتسوانا المنطقية النهاردة إن شاء الله أمام منتخب مصر في القاهرة. الهزيمة لأن يا جماعة بوتسوانا اتعادلت علشان تدخل مع مصر أو تدخل هي ومصر، لأن وقتها هتوصل برضو للنقطة الثمانية، فأنت لو أنت كده حد هيقول لك ده منتخب مصر ضامن التأهل ومش مستدعي صلاح وزيزو مش موجود ومريح أغلب الأساسيين وأغلب اللعيبة الكبار ومش هيلعب المباراة بكل اهتمامه وبكل القوام اللي احنا متعودين عليه، فالكلام ده مش مظبوط بنسبة 100% لأكتر من عامل. خليني أقولهم لكم كده، وهما تحديدا برضو 3 عوامل مهمة قوي هنستعرضهم كده مع بعض دلوقتي. أول حاجة الكابتن حسام حسن عايز ينهي التصفيات بدون أي خسارة زي ما هو كده حاصل، وكمان برضو يختمها بمكسب معنوي هيكون مهم قوي قوي لمنتخب مصر. حسام حسن يا جماعة تولى تدريب منتخب مصر مطلع العام الجاري بعد طبعا الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وقاد المنتخب في 9 مباريات محققا الانتصار في 6 مباريات، التعادل في 2، وكان في هزيمة وحيدة كانت ودية ضد كرواتيا في مارس الماضي لو تفتكروا بدورة العاصمة الإدارية. يعني نسبة الانتصار تقريبا 66% أو 67% بتتخطى يعني 60% تقريبا. فدي المباراة الرسمية التامنة تحت قيادة حسام حسن، عندنا 5 انتصارات وعندنا تعادلين، وبالتالي تحقيق الانتصار السادس هيكون تارجت مهم جدا لحسام حسن النهاردة. الأمر الآخر بقى إنك على وشك كده إن أنت تحقق رقم قياسي بالوصول للنقطة رقم 16 في حال الفوز الليلة، وده هيبقى طبعا وقتها أكبر عدد من النقاط بيحققه منتخب مصر في تاريخ مشواره بتصفيات أمم إفريقيا، رقم أكيد ما حصلش قبل كده مع كابتن الجوهري ولا حصل مع كابتن حسن شحاتة، ما حصلش مع الأساطير اللي دربت منتخبنا، لكنه هيحصل تحت قيادة الكابتن حسام حسن في حال الفوز النهاردة على بوتسوانا، فعشان كده النهاردة الفوز ده هيكون مهم جدا. الأمر الثالث بقى أو العامل الثالث
فكره الدوافع الفنيه عند اللعيبه، اللي طبعا كابتن حسام بيحاول ان هو يصنع بيها قائمه موازيه لمنتخب مصر بتدعم القائمه الاساسيه من نجوم الزمالك والاهلي والمحترفين، وده اللي احنا اتكلمنا عليه كتير قوي في الفتره اللي فاتت، ان يكون عندنا قائمه البودلة بتوعنا بنفس قوه القائمه الاساسيه. ونيجي بقى نشوف هنا مثال بسيط جدا على لاعب زي محمد ربيع، الراجل اللي اجل فرحه لما عرف باستدعائه الدولي الاول لمنتخب مصر، ده اصلا لوحده حاجه تاكد لك قد ايه هو هيبقى جاي يعني عنده امل ومشحون وعنده دفعه معنويه قويه جدا. مدافع اشول وجودته حلوه جدا في الكوره، قابل للتطور بشكل كبير جدا، وهادي في كافه قراراته، شخصيته قويه جدا في ارض الملعب، وحاد قوي في كافه يعني مواقفه الدفاعيه، ده شفناه بشكل كبير جدا. تقدر تقول عليه مدافع عمله نادره كده بكل ما تحمله الكلمه. عشان كده احنا شفنا من ربيعه اداء جميل جدا وهادي ومتزن في اول ماتش دولي ليه ضد طبعا كاب فيردي خارج ملعبنا وعلى ارضه وعلى ارض كانت نجيل صناعي، واحنا طبعا كلنا عارفين الجيل الصناعي ده بيبقى قد ايه صعب جدا على اللعيبه. فلما تشوف لاعب زي ده زي ربيعه وهو مدافع عنده هامش تطور كبير جدا وعنده امكانيه ان هو يحترف بشكل كبير، تشوف ان هي كانت مفاجاه جميله جدا ان الكابتن حسام حسن يديله فرصه زي دي. فرصه زي دي هتلمعه، فرصه زي دي هتديله دفعه معنويه قويه، فهيقدر ان هو يكون متحمس ويكون عنده شحنه كده معنويه ايجابيه في الملعب، ويبقى عايز ان هو برده يثبت نفسه باقصى حاجه عنده. وده على فكره المطلوب، عشان كده الراجل بمجرد ما عرف ان كابتن حسام حسن استدعاه للمنتخب قرر ان هو ياجل فرحه عشان حلم المشاركه الدوليه، وكأن كده ربنا شايل له خير كتير قوي في الاستدعاء ده، لان كل الناس دلوقتي يعني اثنت على مستواه وعارفين مستواه عامل ازاي وشفناه عامل ازاي، كلنا متفائلين بيه جدا. ضيف على ده بقى انه مش هيكون او انه هيكون عندنا برضو يا جماعه ترسانه كده من المدافعين ان شاء الله الفتره اللي جايه في الكره المصريه هتكون عظيمه جدا. يعني احنا عندنا منعم محترف، عندنا حسام عبد المجيد، عندنا ثنائي ربيعه موجودين، عندنا الونش اللي راجع وراجع ان شاء الله بفورمه اقوى بكتير جدا من اللي كان عليها، وقد ايه كلنا عارفين وجوده مع منتخب مصر مهم، غير بقى اولادنا عمر فايد وعسقلاني ربنا يقومه بسلامه كده، كمان لعيبه صغيره ومحترفه صغيرين في السن واحترفوا بدري، ودي كلها حاجات مفيده جدا للمعدل العمري للمنتخب. احنا ان احنا يكون عندنا لعيبه شباب صغيره في المنتخب ده شيء مهم جدا جدا، علشان اللياقه البدنيه تبقى اعلى، علشان يبقى في حميه اكبر، علشان يبقى في تغيير للدماء، علشان كل دي حاجات بتفرق معانا. فالمعدل العمري ان هو يقل في المنتخب المصري ده شيء مهم جدا وشيء هيفرق معانا بشكل كبير جدا. فطبعا ربنا يوفق منتخبنا ونحقق الفوز النهارده كده السادس زي ما قلنا في المواجهات الرسميه تحت قياده العميد، ويقدر بقى منتخب موريتانيا ان هو يكسب هو كمان ويتاهل عن المجموعه دي زي ما اتكلمنا فوق، منتخبين عربيين نشوفهم كده في الاثنين اتاهلوا ان شاء الله، وده شيء اكيد كلنا يعني هيفرق لنا كلنا هنبقى فرحانين بانه يبقى الاثنين المنتخبات العربيه هي اللي اتاهلت يعني. فان شاء الله النهارده بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، بنتمنى نشوف اداء مختلف، وبنتمنى كده القرارات والاختيارات بتاعت كابتن حسام حسن تكون في محلها. هو الحقيقه احنا شفنا اداء كابتن حسام حسن مع منتخبنا في الفترات اللي فاتت، شفنا ان احنا مستوانا اتطور بشكل ملحوظ، في لعيبه كتير مهمه، مش هيكون عندنا اللعيبه الاساسيه الكبار اللي احنا متعودين عليهم، ولكن في الاول وفي الاخر احنا الحمد لله ضامنين التاهل. فان احنا نشوف بقى لعيبه صغيره ولعيبه شباب ودم جديد في الملعب ونشاط اكتر في الملعب ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا ان شاء الله. اكلمكم بقى على حاجه تانية، وهي امبارح الكاف اعلن عن جوائز افضل نادي في افريقيا عن سنه 2024، واللي الزمالك مرشح فيها من ضمن الخمس مرشحين، كمان زيزو مرشح من ضمن خمسه لجائزه افضل لاعب داخل الفتره دي. ان شاء الله يا جماعه الزمالك وزيزو يفوزوا بالجائزه، واللي اكيد هتوج مجهود كبير جدا حصل في الموسم الطويل اللي فات، وحصد فيه الزمالك لقبين قاريين الكونفدراليه والسوبر الافريقي رغم كل الظروف اللي عدينا بيها، ورغم كل الضغط النفسي اللي كانت اللعيبه بتلعب وهم حاسين بيه، ورغم كل الناس اللي قالت ان الزمالك مش هيقدر ينافس على القاب،
رغم كل ده ان شاء الله زمالك وان شاء الله زيزو يفوزوا بالجوائز دي، وبشكل كبير جدا احنا متفائلين. والحقيقه يعني لو بالمنطق كده فاحنا النادي الافضل حاليا في افريقيا، احنا معانا لقبين قاريين، معانا كونفدراليه معانا سوبر افريقي، في حين ان المنافس المباشر لينا مع لقب واحد بس. فطبعا احنا لو بنتكلم لا احنا تفوقنا في السوبر على المنافس، اللي برضو في فرق كبير بيننا وبينه كاستقرار وكهدوء وكاستقرار مادي على الاقل. احنا كنا يعني ناس كتير قوي كانت اللي هو طلعوا قالوا لا الزمالك مش هيقدر انه يفوز بالمباراه دي، ولكن الحمد لله حصل عكس ده، والحمد لله قدرنا ان احنا نفوز باللقب ومعانا لقبين قاريين. فان شاء الله احنا متفائلين جدا في اللي بيحصل ده وفي الفتره اللي جايه، عارفين ان نادي الزمالك ان شاء الله هيقدم اكتر بكتير كمان من اللي قدمناه، خصوصا ان احنا الحمد لله بنحل بعض المشاكل اللي احنا كنا واقعين فيها في الفترات الاخيره. فهنشوف مفروض اداء مختلف جدا في الفتره اللي جايه، هنشوف الزمالك في فتره كده بيرتاح فيها برضو شوية من الأزمات اللي دايما وقع علينا والضغوطات اللي دايما وقع علينا والأزمات والمشاكل. فالحقيقة إن شاء الله إن شاء الله متفائلين لمنتخب مصر ومتفائلين لنادينا نادي الزمالك. إن شاء الله نشوف الاثنين دول في أحسن مكانة ممكنة. ولكن دلوقتي بقى خليني أقول لكم على خبر الحقيقة هو حزين، وحابين ان احنا ننعي اللاعب محمد شوقي، لاعب طبعا كفر الشيخ اللي توفى فجر اليوم بسبب توقف عضلة القلب. واللاعب الحقيقة تعرض لأزمة صحية في مباراة في الدرجة الثانية وانتقل للمستشفى وفضل 5 أيام بصارع الموت لغاية ما وفته المنيا صباح اليوم. الحقيقة يا جماعة ياما قلنا ان لازم يكون في تجهيزات طبية مناسبة في الملاعب للتعامل مع الأزمات الصحية من النوع ده في أسرع وقت. يعني طبعا الحمد لله أنه في الأول وفي الآخر بيكون في عربيات إسعاف وبيكون بيتعمل يعني اللازم، ولكن لازم في الملعب نفسه يكون في كل حاجة جاهزة، كل الأجهزة موجودة، بخصوص القلب بالذات، لأن ده شفناه كتير ومش عايزين نكرره. احنا شفناه في أحمد رفعت وشفناه في محمد شوقي، فإحنا مستنيين إيه؟ يعني لازم بقى يكون في تجهيزات على اعلى مستوى داخل الملاعب، لازم نظره كده حاسمه وحقيقيه ان لازم اللعيبه دي يبقى متوفر لها الاجهزه المطلوبه داخل الملعب. طبعا الاعمار بايد ربنا، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله يا رب، وما نشوفش الموقف ده بيتكرر تاني، ولكن لازم يا جماعه يبقى في خطوه بجد حقيقيه انه لازم الاجهزه كلها تكون متواجده ومتوفره داخل الملاعب. مش عايزين نكرر المشكلة دي كتير. اللي حصل ده حصل قبل كده وممكن يحصل تاني، وارد يحصل تاني طبعا، يعني لا قدر الله مش عايزين ده يحصل مرة أخرى، ولكن لازم نبقى احنا برضو كل حاجة موجودة، وقدر ربنا ده مش بتاعنا، ولكن كل حاجة نبقى موفرينها بالشكل المناسب للعيبة، لأن ما ينفعش أبدا نشوف الموقف ده بيتكرر مرة واثنين وثلاثة. يعني طبعا بندعي له ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب، وتكون دي آخر الأحزان. ولكن دلوقتي خليني بقى استعرض معاكم كل الجديد على الساحه الزملكاويه ففقره اقرا الخبر. نبدأ فقرتنا إيرا الخبر. وعقد مستر خوسيه جوميز جلسة مع البولندي كونراد مشلاك قبل طبعا انطلاق مران امبارح يوم الاثنين، واللي أقيم على ملعب النادي، وحرص فيه المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبهم بالتركيز في التدريبات، ومنحهم طبعا بعض التعليمات الخاصة بمركزهم في الملعب، وخصوصا طبعا اللاعب مشلاك طبعا اداله التعليمات بشكل خاص كده، كان ليه بعض التعليمات وبعض النقاط اللي هو محتاج يركز عليها، كمان طالبه ببذل قصارى جهده مع الفريق، واكد انه من العناصر المهمة والمميزة في صفوف نادي الزمالك، وبيستعد كمان الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر ليها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب. بس أنا الحقيقة عجبني جدا يا جماعة مستر خوسيه جوميز، عنده حاجة كده حقيقية، حاجة حلوة جدا، إن هو بيعرف يتعامل نفسي
بشكل كبير جدا مع اللعيبه، لقى ان مش لاقى تهزي يمكن شويه، لقى ان في بعض الانتقادات، لقى انه ممكن اللاعب يتاثر بحاجه زي كده، خصوصا انه مش واخد على اجواء مصر ومش واخد على الاجواء بتاعتنا كجماهير حتى. فقعد معاه اداله تعليمات، قال له انت لاعب مهم وانت لاعب مميز، وده نصا هو قال له كده، وقال له انت لازم تركز في الفتره اللي جايه. كان في تعليمات اكيد للاعب، فاكيد ان شاء الله هو هيكون ليه دور مهم، ونتمنى ان احنا نشوفه هو جميع صفقات نادي الزمالك يعني بيواصلوا كده التالق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كمان واصل محمد حمدي الظهير الايسر للفريق اداء برنامجه التاهيلي على هامش مران امبارح، كان يوم الاثنين، وخاض اللاعب تدريبات تاهيليه بالكره تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق، وده من اجل تجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفتره المقبله. كمان اللاعب تعرض لاصابه عباره عن جزع في الرباط الخارجي للركبه خلال مباراه البنك الاهلي اللي اقيمت في الجوله الاولى لمسابقه الدوري الممتاز، فبنتمنى له اكيد الشفاء العاجل. كمان امبارح الكاف زي ما قلنا هو اعلن عن الجوائز، ان شاء الله بنتمنى نشوف نادي الزمالك وزيزو نشوفهم بيحصلوا او بيحصدوا كمان الجوائز دي، وان شاء الله نتمنى كده ان هم يفوزوا دايما يكونوا في اعلى مراتب التتويج. كمان ادى لاعبو الفريق فقره بدنيه خلال مران امبارح يوم الاثنين واللي اقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراه المصري المقبله في مسابقه الدوري الممتاز، وتولى جواو ميغال مخطط الاحمال بالفريق قياده هذه الفقره واللي تضمنت تدريبات بدنيه متنوعه بجانب طبعا فقره تاهيليه بالكره لزياده معدلات اللياقه البدنيه لدى اللعيبه. ده كان قبل استئناف مسابقه الدوري الممتاز، بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. كمان مستر خوسيه جوميز عقد جلسه مع اندري بيكيه المدرب العام للفريق على هامش ميران امبارح يوم الاثنين، وتحدث المدير الفني مع بيكيه بشان برنامج تدريب الفريق وشرح ليه بعض طبعا الامور الفنيه اللي هتتم تنفيذها في الملعب. وفي نفس الوقت عقد جوميز جلسه مع جواو ميغال مخطط الاحمال للوقوف على حاله البدنيه طبعا لكل لاعب داخل الفريق قبل مباراه المصري المقبله. كمان كان في جلسه ثانيه لمستر جوميز مع الدكتور محمد اسامه علشان اكيد يطمن على جاهزيه اللاعبين العائدين من الاصابات طبعا زي احمد مصطفى زيزو وزي مصطفى الزناري، بالاضافه الى معرفه موقف باقي المصابين زي طبعا محمد حمدي ومحمد شحاته، وتطورات طبعا البرامج العلاجيه الخاصه بهم، خصوصا ان هم كلهم يعني عناصر مهمه ومؤثره جدا. والحقيقه مستر خوسيه جوميز دايما حابب ان هو يبقى ملم بكل الملفات، حابب انه يعرف حاله اللعيبه البدنيه وحالتهم النفسيه. والحقيقه يعني مستر خوسيه جوميز عامل شغل ومجهود جبار مع اللعيبه، بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا. تدريبات الزمالك امبارح شهدت تقسيم اللاعبين الى مجموعتين خلال مران امبارح لخوض طبعا فقره فنيه في منتصف الملعب، وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقره على سرعه نقل كل طبعا لاعب للكره من لمسه واحده والتحولات من الدفاع للهجوم باقل عدد ممكن من اللمسات، والتدريب على طريقه طبعا اللعب اللي بقى هيستخدمها الزمالك في مباراه المصري والمباريات برده اللي بعدها. عشان كده احنا بنقول في مجهود مبذول بشكل كبير جدا، بنتمنى كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في الفتره القادمه. ونروح بقى الكابتن ماجد طبعا احمد حمدي لاعبنا العزيز على قلوبنا كلنا بهدفه اللي كان سبب في التتويج بالكونفدراليه. احمد حمدي رجع امبارح الحمد لله للقاهره بعد ما خلص المرحله الاولى من برنامجه التاهيلي، اللاعب هيكمل برنامجه التاهيلي في القاهره هنا بعد ان انهى مرحله كبيره جدا من برنامجه في دبي. طبعا حمدي بيعاني من اصابه صعبه بقطع في الرباط الصليبي في نهايه شهر مايو اللي فات، وخضع بعدها لجراحه في شهر بعدها على طول هو خضع لجراحه في شهر 6 في المانيا، وبعدها سافر تاني لدبي علشان يبدا برنامجه التاهيلي عشان يرجع تاني للملاعب في اقرب وقت ان شاء الله، وهو حاليا متواجد في مصر في القاهره، بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، بنقول له الحمد لله على السلام.
الصفحة الرسمية للزمالك على الفيسبوك نشرت فيديو بعنوان Work Mode، فيديو كده فيه كواليس الاستعدادات كلها لمباراة المصري والأجواء بقى اللي يعني اللي كانت موجودة والروح الكبيرة اللي موجودة بين اللعيبة في التدريبات. خلونا كده نروح نشوف الفيديو ده ونرجع لكم مرة تانية. ونروح لتحدي خاص بين الحريفه امبارح في التدريبات، وكانهم كده كانوا بيلعبوا بينج بونج على ترابيزه صغيره جدا لا تتعدى ال 50 سنتي. شيكا وعمر جابر كانوا ضد زيزو ومهاب ياسر في تحدي الحريفه، يا ترى مين فيهم بقى اللي هيكسب؟ تعالوا كده نروح نشوف مين فيهم اللي كسب. طبعا يعني اجواء جميله ما بين اللعيبه وزيزو ومهاب ياسر بالمناسبه هم اللي كسبوا. وعلى فكره دي لعبه معروفه ولعبه ليها قوانين ولعبه صعبه، لعبه مش سهله ابدا، ولكن هم خلوها كده كانها حاجه بسيطه بتتعمل يعني وهم قاعدين زهقانين كده، ولكن كانت روح جميله ما بين اللعيبه طبعا. وبمناسبه روح اللعيبه خليني كده اوريكم فيديو في حفل تكريم اللعيبه امبارح لنادي الزمالك، كان فيه هزار كده ما بين زيزو والجزيري، خلونا نروح نشوف الهزار ده ونرجع مره ثانيه. ومبسوط قد ايه نادي الزمالك شكله وروحه والتجمع الجميل ده بقى مليء بالرقي، يعني الناس كلها يعني حاجه تفرح، يعني ان شاء الله نقدر نكمل ونوصل بنادي الزمالك لابعد حته ممكنه، وانا حاسس ان الفتره الجايه ان شاء الله تبقى انجح فترات نادي الزمالك باذن الله بالحب والدعم اللي موجود من الناس كلها. و وبقول حاجة تانية، أنا عايز أسيب الجزيرة بس. يلا الجزيرة يلا اتفضل يا سيدي اتفضل. السلام عليكم. والله إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ربي معانا. أما بعد. Thank you.
يعني طبعا روح حلوه ما بين اللعيبه، وده دايما بنحب نشوفه قوي ما بين لعيبه نادي الزمالك لما بيكون في روح حلوه ما بينهم وفي هزار. طبعا شفنا زيزو كده وهو بيحرج يعني جزيري وبيطلعه على المسرح علشان يتكلم، وكله كانوا موجودين، عبد الله السعيد بيزقه، كله كان موجود وكله كان بيهزر. هي دي الروح اللي دايما بنحب نشوف لعيبه نادي الزمالك عليها، وهي دي اللي بتديهم دفعه على فكره ان هم دايما يكونوا عايزين يفوزوا بكل المباريات وكل البطولات الصعبه. نتمنى دايما نشوفهم في احسن مكان ممكن ان شاء الله. دلوقتي بقى خليني اروح لفاصل سريع ونرجع بعديه على طول علشان نبدا مع بعض فقره مهارك عالمي. اهلا بيكم من جديد، ونبدا نهارك عالمي بفوز منتخب اسبانيا ضد سويسرا بنتيجه 3-2 في المباراه اللي اقيمت ضمن منافسات الجوله السادسه والختاميه من منافسات دور المجموعات في بطوله دوري الامم الاوروبيه للموسم الحالي. المباراه الحقيقه كانت سجال، والنتيجة فضلت بتشير للتعادل لغاية الدقيقة 93، واللي قدر ساعتها منتخب إسبانيا أنه يحسم اللقاء ويسجل هدف من ضربة جزاء علشان ينهي بيه المباراة لصالحه. طبعا إسبانيا كده كده كانت ضمن التأهل من دور المجموعات من الجولة الماضية، ولكن ده هو الفوز الخامس على التوالي اللي بتحققه إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد التعادل أكيد في الجولة الأولى أمام صربيا، قدرت أن هي تحقق بعدها 5 انتصارات على التوالي. أكن إسبانيا عندها رقم مميز جدا تحت قيادة المدرب لويس دي لافوانتي، وهي عدم الخسارة. آخر 16 مباراة فازوا ب14 مباراة وتعادلوا في 2، وده رقم هو الأفضل لأي مدرب مع إسبانيا من 2018. بيحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، في المركز الثاني الدنمارك برصيد 8 نقاط، المركز الثالث صربيا بنتيجة 6 نقاط، المركز الرابع والأخير سويسرا بنتيجة نقطتين. كده إسبانيا بتتأهل لربع النهائي، وكذلك الدنمارك بتضمن التأهل. صربيا هتلعب ملحق الصعود طبعا، ويكون عندها فرصة تانية أن هي تصعد، ولكن سويسرا بتهبط للمستوى الثاني. تعادل لمنتخب البرتغال مع كرواتيا بنتيجة 1-1 في مباراة أقيمت في ختام الجولة السادسة من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية. البرتغال وكرواتيا خرجوا حبايب وصعدوا سوا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد طبعا ما تصدرت البرتغال المجموعة وكرواتيا أصبحت في المركز الثاني. المباراة شهدت غياب طبعا لأكثر من عنصر أساسي للبرتغال وإراحتهم، وطبعا كان على رأسهم الدون رونالدو. سجل أهداف المباراة جواو فيليكس 33 في الدقيقة 33 للبرتغال، وجافارديول في الدقيقة 65 لكرواتيا. كرواتيا الحقيقة كانت قريبة جدا من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكنها أهدرت فرصة غريبة جدا والقائم تصدى للفرصة دي. الناحية الثانية في نفس المجموعة اسكتلندا فازت على بولندا بنتيجة 2-1، والفوز ده كان هيأهل اسكتلندا فقط في حالة لو كانت طبعا البرتغال فازت على كرواتيا، لكنهم زي ما قلنا خرجوا حبايب وخرجوا الاثنين متأهلين. وبكده أصبح ترتيب المجموعة الأولى البرتغال في المركز الأول ب14 نقطة، كرواتيا في المركز الثاني ب8 نقاط، اسكتلندا في المركز الثالث ب7 نقاط، وبولندا في المركز الرابع ب4 نقاط. وبيتأهل البرتغال وكرواتيا لربع النهائي، واسكتلندا هتلعب الملحق أمام طبعا هتلعب الملحق، ولكن بولندا هتهبط للمستوى الثاني. بعد ما خلصنا أخبارنا العالمية خلونا نروح نشوف لقطة اليوم بعنوان الأطفال أولا. We'll be right back.
دي لفتة إنسانية رائعة في الدوري الأمريكي. كل لاعب منهم لما الجو مطر ومطر بشكل كبير قرر إنه يقلع الجاكيت بتاعه عشان يضيل الطفل اللي واقف قدامه، وكل لاعب فيهم عمل كده. يعني أول واحد بدأ الباقي كله وراه عمل نفس الحركة الإنسانية الجميلة اللي احنا شفناها دي. لأن في الأول وفي الآخر يا جماعة احنا دايما متعودين في كرة القدم كده بنشوف لفتات إنسانية رائعة، دي أكيد كانت واحدة منهم. دلوقتي بقى تعالوا نروح نعرف أهم مواعيد مباريات النهاردة حول العالم ونرجع مرة تانية. الشارع الأبيض، خلونا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن في رأيك من أفضل ثلاث مدافعي لعبوا للزمالك عبر التاريخ وحتى الآن. تعالوا كده نشوف جمهورنا على السوشيال ميديا آراءه كانت إيه، ونبدأ من عند علي محمد، إبراهيم يوسف، مدحت عبد الهادي، محمود فتح الله. السيد راضي، مدحت عبد الهادي، بشير التبعي، وائل الأباني. عمر سعيد، إبراهيم يوسف، مدحت عبد الهادي، وائل الأباني، أشرف قاسم، الونش. السيد إبراهيم، الغزال إبراهيم يوسف، البرنس أشرف قاسم، معتمد جمال، وسامي الشيشيني. محمد نبيه، الونش، أشرف قاسم، ومدحت عبد الهادي. أبانوب ناصر، الونش، محمود فتح الله، وإبراهيم يوسف. محمود خلاف، بصراحة اختيار صعب جدا، احنا عندنا أكتر من ثلاثة ولو اخترنا ثلاثة فقط يبقى فيه ظلم. الغزال إبراهيم يوسف، البرنس أشرف قاسم، الهادي سامي الشيشني، العائل وائل الأباني، قلب الأسد مدحت عبد الهادي، المقاتل محمود الونش، المقاتل محمود فتح الله. يعني أكيد بنشكر كل جماهيرنا على السوشيال ميديا على آرائهم النهاردة وعلى تفاعلهم معنا، ولكن دلوقتي خلوني أروح لمداخلة هاتفية مميزة مع لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي الزمالك السابق أحمد سمير. برحب بيك، نهارك أبيض. نهارك أبيض يا نادين، أخبارك إيه؟ الأخبار كله تمام؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. يعني خليني أسألك كده في البداية على رأيك في مواجهة النهاردة، طبعا مصر أمام بوتسوانا، شايف المواجهة دي ممكن تمشي إزاي، وتقييمك للفترة الأخيرة طبعا مع العميد حسام حسن، شايف إزاي وجوده مع منتخب مصر في الفترة اللي فاتت؟ يمكن أنا كان ليا الحظ إن أنا لعبت مع كابتن حسام، وفي نفس الوقت كابتن حسام دربني في نادي الزمالك، يعني لعبت معاه في نادي الزمالك ومسكني مدير فني في نادي الزمالك. انا قريب جدا من كابتن حسام وشخصيته، دايما كابتن حسام كل فكره ان هو بيلعب على المكسب بس، اي فرقه بيمسكها. هو من اول ما مسك منتخب مصر وهو مقدر قيمه المسؤوليه اللي هي موجوده عليه، وهو الحمد لله لحد دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا من وجهه نظري كنتائج، وبعض الماتشات في اداء كان اكثر من رائع رغم المباراه اللي فاتت، رغم الغيابات الكتيره في منتخب مصر المؤثره، لكن ادى بشكل كويس جدا وبشكل قوي، شكل منظم، شكل يليق باسم منتخب مصر. اعتقد النهارده المباراه النهارده هتبقى من بدايتها قويه للمنتخب، محتاج ان هو يجيب هدف بدري او هدفين عشان
يرتاح اثناء المباراه، ولا ما يكون هو في النتائج، هو مش محتاج للنتائج بس هو محتاج للاطمئنان على اداء الفرقه زي ما صحيح. انت عارف ان المنتخب واصل يعني امم افريقيا، فبالتالي هو محتاج يطمن جمهوره على اداء الفريق واداء المنتخب. لا وخصوصا كمان ان اللعيبه الكبار او بعض من اللعيبه الكبار مش هيكون موجود، هيكون موجود لعيبه شباب، شايف ده هيفرق معانا بشكل كبير؟ طبعا طبعا، انت بتضخ دم جديد للمنتخب، بتعملي حاله للمنتخب ان اللعيبه الكبيره لما يكون مش موجوده برضو منتخب مصر ليه هيبه وليه قيمه وقامه في في, في 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 افريقيا، فبالتالي ده برضو رساله من الكابتن حسام لكل لعيبه الدوري الممتاز ان انت ممكن في اي وقت تكون موجود في المنتخب، وممكن في اي وقت تمثل منتخب مصر، اي ظروف ممكن تحصل، فبالتالي بتخلق دوافع للعيبه اثناء الدوري ان انت تيشيرت منتخب مصر حاجه غاليه وحاجه شرف لاي حد، فالناس كلها بتجتهد عشان يكون موجود في المنتخب، وانك تكسب من غير اللعيبه المحترفين اللعيبه التقال دول زي ما بقول لك كده ممكن الوضع تتحط فيه في اي سبب من الاسباب في الكوره، فبالتالي يبقى انت عندك تيم تاني موجود مستعد لاي ظروف ممكن تحصل لك، يبقى انت مستعد وعارف اللعيبه اللي ممكن تكون موجود معاك تعوض اللعيبه الكبيره دي. يعني كمان عارف يا كابتن فكره ان هم يبقوا لعيبه شباب دي برضو هتفيدنا بان هم يكونوا عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يتالقوا، عايزين يعني ادائهم يبان في الملعب، فده برضو اكيد هيفرق معانا بالايجاب، خصوصا طبعا ان احنا الحمد لله يعني ضامنين التاهل، فده هيفرق معانا وهنقدر نقف على مستواهم. طبعا الكابتن حسام من 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 الشخصيات اللي هي دايما بتحب معدلات الجري كتير تبقى في الملعب، فبالتالي لازم يكون معاك لعيبه شباب، لعيبه صغيره تقدر تنفذ طريقه اللعب بتاع كابتن حسام، والضغط دايما كابتن حسام على طول ممكن يكون عاوز طول الماتش بيلعب ضغط عالي او بيضغط على المنافس، فبالتالي محتاج لعيبه صغيره، محتاج لعيبه عندها رئه تقدر تجري وتنفذ طريقته، فده من اسلوبه والفلسفه بتاعته، فدايما هو كابتن حسام بيحب اللعيبه الصغيره وبيحب يبقى عنده مزيج ما بين اللعيبه الصغيره وما بين اللعيبه الكبيره في ارضيه الملعب. صحيح. فدي صفه دايما موجوده في الكابتن حسام يعني. صحيح. طب مين الاكثر تالقا كده مع كابتن حسام في الفتره الاخيره دي؟ بص انا شايف يعني هو تريزيجيه هو اللي لامع قوي مع كابتن حسام، هو دايما متالق، لكن مع كابتن حسام عنده غزاره تهديفيه اكتر موجوده عنده في كل الماتشات اللي لعبها مع كابتن حسام، قد يكون هو الهداف الاول للفتره للولايه بتاعت كابتن حسام هو تريزيجيه. عمر مرموش برضو فيها مش تطور مرعب لعمر مرموش؟ لا عمر ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه فعلا، من هو من اول ما كيروش حطه مع المنتخب وهو ما شاء الله عليه يعني شغال بشكل قوي جدا سواء مع المنتخب او مع النادي لكن انا شايف ان تريزيجيه اكتر واحد المنتخب في الفتره بتاعت ولاده كابتن حسام حسن مؤثر واتطور بشكل قوي جدا، لان تريزيجيه مع كابتن حسام لعب في اكتر من مركز وفي المراكز اللي لعب فيها كلها هدف. شايف ان ابراهيم عادل برده دي حقيقه طبعا حسام. اكتشاف برده من كابتن حسام شخصيته اختلفت تماما مع المنتخب الاول برده في النواحي التهديفيه والنواحي الايجابيه، حتى لما بيبدا بيسجل لما بينزل بيسجل. يعني انا شايف ان كابتن حسام ماشي بشكل قوي وثابت وشغال ونتائجه كلها ايجابيه يعني. صحيح دي حقيقه. طيب اروح معاك بقى لنادي الزمالك والمواجهه المقبله ان شاء الله يوم السبت امام المصري، عايز اسالك احنا خصوصا احنا هنقابلهم ثلاث مرات، يعني احنا هنقابلهم في الدوري وبعدين هنقابلهم في الكونفدراليه مرتين، فشايف ازاي المواجهه ممكن تمشي يوم السبت كده؟ بصي هو مواجهه الدوري مختلفه عن مواجهه افريقيا، لان بتتكلمي في دوري وعندك ماتشات كتير ممكن تعوضي، فضغط الماتشات ممكن يخليك تقدر تعمل روتيشن والكلام من ده. صحيح. لكن نادي الزمالك يعني بقاله كذا سنه الكونفدراليه بالنسبه له بقت يعني بطوله محببه لجمهور نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيقدر يتعامل فيها بشكل قوي ويشتغل فيها بشكل كويس جدا. وجود المصري في مجموعه الزمالك هي فايده في ايه؟ فايده ان نادي الزمالك لو عنده ماتش في الدوري هيبقى ما عندوش حته السفر والبهدله والكلام ده والمجهود، وان انت تسافر افريقيا اكتر من 8 9 ساعات والاجهاد على اللعيبه، وخاصه السكواد بتاع نادي الزمالك يعني مش كبير قوي ممكن يكون محدود، فبالتالي مش هتقدر تعمل فيه روتيشن بشكل قوي. دي برده ميزه ان نادي الزمالك هيلعب المصري هنا في القاهره، في موضوع السفر ده هيقلل موضوع الاجهاد ان شاء الله باذن الله. نادي المصري بالنسبه خلينا نتكلم، نادي المصري بالنسبه لنادي الزمالك معروف، ونادي الزمالك بالنسبه لنادي المصري معروف، فهي مباراه يعني ان شاء الله نادي الزمالك ربنا يوفقه فيها وياخد الثلاث نقاط بتوع الدوري وبرده ياخد الثلاث نقاط بتوع مجموعه الكونفدراليه يا رب. انا شايف ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك ان شاء الله قادر
ان هو ينافس على البطولتين اذا كانت الدوري ولا الكونفدراليه ان شاء الله. ان شاء الله. طب اسالك بقى على حاجه يا كابتن احمد، كنا بنلعب كده لعبه او كان سؤال حلقتنا النهارده، في رايك مين افضل ثلاث مدافعي لعبوا للزمالك عبر التاريخ حتى الان؟ عايز العب اللعبه دي معاك وتقول لي كده في رايك من ثلاثه لواحد رتبهم لي. بصي انا هرتب لك، بس هرتب لك على حاجات انا 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 شفتها وحاجات انا ما شفتهاش، يعني على اللي انا سمعته رحمه الله عليه كابتن ابراهيم يوسف ما جاش زيه. ربنا يعني في المدافعين كابتن ابراهيم يوسف من الناس اللي انا يعني في فيديوهات وحاجات كنت بتفرج عليها، وكان الكابتن اسماعيل يوسف قريب جدا الحمد لله كابتن اسماعيل يعني كان بيحكي لي على كابتن ابراهيم والناس كلها بصراحه يعني رحمه الله عليه بيقول لك كان في حته تانيه حته المدافعين دي. فالكابتن ابراهيم يوسف دايما لما بتذكري مدافعين الزمالك لازم هو رقم واحد بيكون موجود في البداية. طبعا يعني احنا هنحط كابتن ابراهيم يوسف رقم واحد. رقم واحد ماشي. رقم اثنين بقى. رقم اثنين الكابتن اشرف قاسم. اشرف قاسم اه طبعا طبعا كابتن اشرف قاسم بصراحه يعني من الناس اللي انا البرنس يعني برنس في لعبه وفي اخلاقه وفي طباعه وفي كل حاجه، يعني الناس اللي هي بحبها طبعا على مستوى الشخص يعني. طبعا طبعا. طب رقم ثلاثه بقى نحط مين؟ رقم ثلاثة بقى يعني هقول لك على واحد انا لعبت معاه وعاصرته ومن الناس اللي انا بحبها، يعني في ناس كتير جدا انا بحبها في المدافعين، بس الشخصية دي فعلا حاجة شال نادي الزمالك على كتفه في فترة من الفترات وكان مقاتل كابتن بشير التبعي. اه طبعا الناس اللي انا بعزها والناس اللي انا بحبها والناس اللي في فتره من فترات كان شايل نادي الزمالك وهو راجل مقاتل فعلا بمعنى الكلمه. لو تيجي تتكلمي على الحلقه بتاعتكم ومدافع مقاتل اللي هو كان بشير التبعي، الناس اللي انا لعبت معاه وقضيت في الملعب وعشرته سنين فشفته وشفت هو ازاي حماسه وازاي بيحب الفرقه وازاي بيدافع عن التيم. الناس اللي طبعا بعتذر لكل زمايلي اللي انا لعبت معاهم اللي انا بس يعني ثلاثه انا مجبر على الثلاثه يعني. لا طبعا انا عايزه اقول لك اصلا كمان ان اراء جمهورنا على السوشيال ميديا تقريبا كلها زيك، معظمها يعني زيك كده بالظبط. فطبعا لعيبه كبار وكل الناس اللي دافعت تمدين عن نادي الزمالك مدافعين كلهم والله دي حقيقه كلهم بيحبوا النادي دي حقيقه على قلب راجل واحد. بس يعني لو انا اختلفنا الثلاثه دول من وجهه نظري يعني المتواضعه يعني. طبعا. طب انت يا كابتن كنت قلت قبل كده على احمد محمود ان هو الباك اليمين طبعا لنادي الزمالك ان هو هيبقى واحد من افضل الـ يعني الباكات اليمين في مصر او هيبقى افضل واحد فيهم في مصر في الفتره اللي جايه. كلامك النهارده يعني لو هسالك عليه حاسس نفس انت نفس على كلامك هياخد فرصه ان شاء الله في الفتره اللي جايه ولا رايك اتغير ولا ايه اللي حصل؟ بصي انا كنت فتره من فترات ماسك رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، كان احمد موجود عندنا في فريق 2003 واحمد كان قريب جدا مني بحكم ان ده نفس البوزيشن او نفس المكان اللي انا كنت بلعب. احمد من الباكات رايت المحترمه جدا وهو طلع فتره لفاركو ما كانش بيلعب بشكل قوي، لكن لما فرطت الجونه السنه اللي فاتت ادى بشكل قوي جدا. واحمد انا ما زلت مصمم ان هو من الباكات رايت المحترمه اللي ان شاء الله باذن الله لما ياخد فرصه هيأدي فيها بشكل قوي. تتوقع هياخد فرصه في الفتره اللي جايه؟ يعني تتوقع هيبقى في فرصه ليه في الفتره اللي جايه؟ بص نادي الزمالك ما عندوش سكواد قوي اللي هو يخليه يبقى يكمل كل البطولات بنفس اللعيبه، هياخد وهيشارك وانا واثق من ده كويس جدا. واحمد محمود من الباكات رايت اللي لعيبته الكوره، لعيب كوره وحريف وفي نفس الوقت الكرسي بتاعه كويس، اللعيبه الجريئه. انا بتنبأ له ان هو يعني بعد عمر طويل ان شاء الله كده لما عمر يسلم الرايه ان شاء الله ربنا يديله الصحه وطولة عمر. عمر من الباكات رايت المحترمه اللي بيأدي بشكل قوي طبعًا جدا. طبعا احمد ان شاء الله باذن الله قادر ان هو يشيل الجبهه دي في نادي الزمالك يعني ان شاء الله بنتمنى له طبعا التوفيق هو وكل عناصر نادي الزمالك الحقيقه. طبعًا. طيب اخيرا بقى عايزه منك كده رساله للعيبه نادي الزمالك في القادم ان شاء الله، داخلين اكيد بقى مشوار دوري وعندنا يعني كونفدراليه عندنا حاجات كتير، فرسالتك كده للعيبه ايه؟ مفيش رساله للعيبه، استمروا على نفس الجهد اللي انتوا بتبذلوه، تعبوا وسعوا وحطوا دايما جمهور نادي الزمالك قدامكم رقم واحد، هتلاقي نفسكم دايما في الملعب مقاتلين. انتوا لعيبه كبيره جدا، نادي الزمالك يمتلك ما يمتلكش سكواد قوي لكن يمتلك لعيبه قويه جدا، العدد قليل لكن اللعيبه قويه جدا تقدر تنافس، لعيبه دوليه، لعيبه مؤثره، لعيبه على اعلى مستوى. ان شاء الله باذن الله تؤدي اي حاجه وأدي اي بطوله تخش فيها مع الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله، دايما حط جمهور نادي الزمالك قدامكم رقم واحد، ان شاء الله باذن الله كل حاجه تبقى سهله بعد كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد سمير يعني نجم نادي الزمالك السابق بشكرك على المداخله دي، بشكرك شكرا جزيلا نورتني.
بشكرك. يعني دلوقتي كده خلونا بقى بعد ما خلصنا كلامنا مع كابتن احمد سمير، كل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله لفريقنا في الفتره القادمه وكمان لمنتخب مصر الليله ان شاء الله. خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم بعديه على طول في فقره سهم قوس اللي هينضم لنا فيها كابتن شريف فوزي مدرب طبعا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك. بعد الفاصل استنونا. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لاخر فقره من فقرات برنامجنا فقره سهم وقوس، واللي منضم لنا فيها ومنورنا النهارده هو كابتن شريف فوزي مدرب بقطاع الناشئين لفريق 2007 طبعا مدرب حراس المرمى. منورني ومبسوطه بوجودك معايا النهارده. ايه الاخبار؟ اهلا بحضرتك وبجمهور نادي الزمالك ومشاهدي قناه نادي الزمالك. اهلا بيك، منور والله. اهلا بحضرتك. يعني قبل ما ندخل في نادي الزمالك خليني دلوقتي كده اسالك الاول على منتخبنا الوطني، خصوصا ان احنا النهارده في مباراه ان شاء الله الساعة 5 هتكون امام بوتسوانا. شايف المواجهه دي ممكن تمشي ازاي؟ بص حضرتك، انا اتمرنت مع كابتن حسام موسم 2009 2010 في نادي الزمالك. انا عارف كابتن حسام دايما بيحب يلعب بتشكيل الهجوم اكتر، صحيح. عايز دايما يبقى هو اللي متسيد المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، صحيح. كابتن حسام طبعا بيدفع ببعض العناصر الشابه اللي موجوده دلوقتي حاليا، كانت موجوده في المنتخب الاولمبي بقت موجوده دلوقتي في منتخب مصر، عشان طبعا ايه تغيير الدماء في منتخب طبعا مصر، وطبعا دي حاجه كويسه وتحسب للكابتن حسام. المباراه يعني مش هيبقى علينا ضغط كبير، لان احنا كده كده احنا كنا صاعدين خلاص. فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه دي منتخب مصر يبقى فيما بعد بقى نركز بعد ماتش بوتسوانا، يعني اهم حاجه فيما بعد المباراه دي. لا، لان الماتش بعد ماتش بوتسوانا احنا داخل بقى على كان 2025 طبعا في المغرب، طبعا هيبقى الضغط الجماهيري هيبقى صعب جدا على كابتن حسام بعد كده، لان المجموعه طبيعي اللي هي مجموعه سهله جدا. احنا الحمد لله طبعا ساعدنا المجموعه من اول لحظه. الفتره الجايه ديت هتلاقي بقى الضغط الجماهيري مطالب من كابتن حسام ان احنا هنعمل ايه في الكان، لان ده المهم. ما ينفعش ان احنا نبقى نروح زي المره اللي فاتت كده نخرج من الدور الثاني على طول. لا، احنا محتاجين ان احنا نوصل لابعد حاجه. الناس مش هتبص لكابتن حسام ان يعني ان احنا نخرج من دور الثمانيه حتى، لا، صحيح. يعني على الاقل لو وصلنا قبل النهائي ممكن الناس تسكت شويه، لكن بقى غير كده. لا، واحنا متعودين احنا برضو في الاول وفي الاخر احنا المنتخب الاكثر تتويجا ببطوله كاس الامم الافريقيه، فاحنا برضو مش سهل ان احنا نقبل بان احنا لا نطلع بره ويبقى مستوانا مش كويس. يعني دلوقتي زي ما حضرتك قلت كده الناس مش هتسكت لو احنا ادائنا ما كانش مشرف، لو احنا ما عملناش اللي علينا، فبالعكس احنا بنتمنى دايما ان احنا نشوف منتخبنا الوطني في مكانته اللي احنا متعودين عليها، خصوصا ان احنا شايفين هامش برضو تطور كبير قوي مع كابتن حسام حسن. زي ما اتكلمنا في لعيبه كتير قوي اتطورت بشكل كبير مع كابتن حسام حسن. طبعا في لعيبه كتير اتطورت، بس هو كابتن حسام حسن محظوظ شويه الفتره دي ان معاه السكواد عالي جدا طبعاً. محمد صلاح ومرموش الاثنين ومصطفى محمد طبعا وتريزيجيه طبعاً. بس انت معاك اثنين، محمد صلاح ومرموش بالذات يعني اعلى ناس دلوقتي في العالم كلها، صحيح. تسجيلا للاهداف، صحيح. يعني ومساهمه كمان في الاهداف، صحيح. فالموضوع ده يعني مهم جدا لاي مدرب منتخب في العالم. انا معايا اتنين يقدروا يخلصوا في اي لحظه، فدي حاجه كويسه جدا. طبعا هم مش هيبقوا متواجدين، او يعني محمد صلاح مش هيبقى متواجد النهارده في المباراه، بس الكابتن حسام فيما بعد لا، الناس مش هتبص ان المنتخب قليل، لا، المنتخب بتاعنا منتخب قوي. احنا خدنا افريقيا 7 مرات وطبعا ده سكواد كل الناس، يعني الناس مش هتقدر يعني الفرق الثانيه عشان تقدر تجيب الرقم ده هيبقى الموضوع صعب شويه بالنسبه لهم، صحيح. بس طيب بما انك ان انت قلت ان محمد صلاح مش هيكون موجود، عندنا لعيبه من القوام الاساسي والكبار مش هيكونوا موجودين، فوجهة نظرك هيعتمد على اللعيبه الاصغر او اللعيبه الشباب؟ ده هيدي فرصه للعيبه؟ ده هيفرق معانا في المستوى؟ خصوصا ان احنا زي ما احنا اتكلمنا احنا ضمننا التاهل، فالمباراه اللي جايه دي النهارده دي مش هتكون المباراه اللي احنا مموتين نفسنا عليها قوي عشان نفوز. احنا بنلعبها طبعا عايزين نفوز، ولكن هي مش حسابيا مش هتكون فارقه قوي. فشايف ازاي كابتن حسام حسن هيتعامل مع ده؟ يعني النهارده ممكن التشكيل المتوقع للمنتخب
عشان برضو نبقى يا محمد عواد ان شاء الله باذن الله هيبقى متواجد النهارده ان شاء الله مكان الشناوي. محمد ربيعه طبعا ده وجه جديد للمنتخب وتحسب للكابتن حسام. طب. ممكن رمضان بيكهام يبتدي النهارده، احمد عيد، محمد حمدي، تمام، مروان، في حسام عبد المجيد اللي برضو في تطور كبير جدا في ادائه من المنتخب الاولمبي. حسام عبد المجيد غير طبيعي بسم الله ما شاء الله من وقت المنتخب الاولمبي، حتى لما رجع نادي الزمالك غير وجهه نظر كل مشجعي نادي الزمالك عنه قبل الفتره، تطور بشكل مرعب جدا جدا جدا، وهو المستقبل بتاع نادي الزمالك ان شاء الله الفتره الجايه حاجه جميله جدا. بس اعتقد ان الكابتن حسام النهارده ممكن يعني يبقى معاه رمضان بيكهام ومحمد ربيعه، تمام، بس في اي وقت هتلاقي حسام موجود ان شاء الله، لان طبعا هو عامل مستوى غير طبيعي في غير طبيعي طبعاً جدا في نادي الزمالك يعني. ومعاكي مروان عطيه وتريزيجيه وعمر مرموش وطاهر وابراهيم عادل، وهيبقى مصطفى محمد في الهجوم. يعني ده التشكيل المتوقع، التشكيل المتوقع اللي ممكن يقدر يلعب النهارده. وانا شايف ان الكابتن يعني طب وناصر ماهر مش متوقعش؟ ناصر ماهر لا، ناصر ماهر في الفترة الأخيرة طبعا حاجة مستوى غير طبيعي في نادي الزمالك. أنا من أكتر الناس السعداء بتواجد ناصر ماهر في نادي الزمالك، بيعمل حالات غير طبيعية في الملعب وعنده روح قتالية غير طبيعية في الملعب، تمام. فالكابتن حسام اكيد هيعتمد عليه في نزوله في الشوط الثاني بالذات ان شاء الله. يعني هو متالق قوي خصوصا في الفتره اللي فاتت، احنا شايفين زي ما انت اتكلمت يعني تطور مرعب، والحقيقه اداؤه مميز، وفي لعيبه كتير قوي اتطورت بشكل ملحوظ، وده دي حاجه يعني تحسب برده لمستر خوسيه جوماز لو بنتكلم على لعيبه نادي الزمالك. طيب اسالك برده، احنا عندنا دلوقتي لعيبه زي ما قلنا تالقت مع كابتن حسام حسن، مين منهم اللي انت شايف ان هو اعاد اكتشافه انه لاعب تطور بشكل ملحوظ جدا معايا؟ بصراحة أنا شايف محمود صابر. محمود صابر، لأن طبعا محمود الموسم اللي فات كان في نادي زد، ما كانش بيلعب خالص وما كانش متواجد خالص في قلب الملعب، تمام. الكابتن حسام السنة دي ضمه للمنتخب، فارق جدا مع المنتخب، وكمان الفترة الجاية هيبقى، لأنه طبعا عنده إمكانيات قوية جدا. صحيح. انا بصراحة اتمنى ان محمود صابر ده يتواجد في نادي الزمالك. صحيح. صحيح. لا هو فعلا لاعب مميز جدا، نتمنى والله كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة. انت تتوقع المباراة النهاردة ان احنا هنفوز بالمباراة، ولا تتوقع التغييرات في بعض المراكز دي ممكن تخلينا ما نفوزش بالمباراة ولكن نبقى جربنا لعيبة تانية كسبناهم بشكل تاني؟ لا هو يعني من اللي انا شايفه من التشكيل بتاع الكابتن حسام، المتوقع اللي ممكن يحصل لبعض المواقع بتنزله يعني وكده، ان يعني كابتن حسام برضو داخل بشكل هجومي قوي، وبعدين احنا الحمد لله يعني ماشيين كويس في الديفنس ورا، يعني قافلين كويس. حتى الماتش المباراه اللي فاتت امام الراس الاخضر احنا داخلين دخل فينا الجون ضربه جزاء، بس واحنا كنا الاحسن ومتسيدين في الماتش، كنا بنهاجم اكتر وضيعنا اكتر من فرصه. ولو يعني النهارده ان شاء الله بالتشكيله اللي موجوده الكابتن حسام ان شاء الله اللي موجوده ان شاء الله دي، اعتقد ان شاء الله ان احنا نقدر نخلص المباراه من الشوط الاول كمان. يعني يا رب. احنا طبعا بنتمنى فوز طبعا منتخبنا الوطني ونادي الزمالك طبعا. انا علشان في دماغي نادي الزمالك. طيب اروح معاك واروح معاك بقى لنادي الزمالك. احنا اكيد النهارده بنتمنى التوفيق كله لمنتخبنا الوطني، الساعه 5 هتكون المباراه مع بوتسوانا. خليني بروح معاك لنادي الزمالك اللي برضو عنده مواجهه مهمه يوم السبت مع المصري، شايف المواجهه دي هتمشي ازاي؟ بصي نادي الزمالك الحمد لله في الفتره الاخيره يعني مستر جوميز، طبعا احنا في اول الموسم كان اجتمع مع مدربي نادي الزمالك كلهم مدربي قطاع، بصراحه الراجل ده في حته تانية خالص، دماغ تانية خالص، بيفكر بتفكير غير طبيعي، بدليل اللي احنا في الفتره الاخيره دي احنا يعني في الماتشات احسن في كل حاجه، بس طبعا في بدايه الدوري احنا حته الديفنس شويه يعني قلقاني شويه، هي دي المشكله. بس طبعا يعني ان شاء الله باذن الله في رجوع باذن الله الونش وحسام عبد المجيد ان شاء الله يرجع المنتخب يبقى ان شاء الله كويس باذن الله، وبعد عن الاصابات يا رب دي اهم حاجه. بس والزناري طبعا راجع خلاص كمان، فاتمنى يعني الديفنس يبقى كويس. الونش هيفرق برده معانا قوي طبعا. لا الونش مهم قوي. الونش انا شايفه من افضل السيرد باكات اللي جم في تاريخ نادي الزمالك. صحيح. حاجه يعني انا بحب الروح القتاليه اللي موجوده عند الونش، ولو في 3 4 زي الونش في الملعب والله هتلاقينا نقدر نخلص كل المباريات بسرعه. وعلى فكره وجوده مهم برده مع منتخب مصر بشكل كبير، احنا شفناه في كل المرات اللي لعب فيها مع منتخب مصر ازاي قلبه
على المباراه وازاي قلبه على المنتخب وازاي بيعمل كل حاجه كل اللي يقدر عليه لو اتصاب لو ما اتصابش. يعني هو همه الاول والاخير المباراه اللي بيلعبها، فالحقيقه فارق معانا بشكل كبير. لا الونش يعني الونش لما رجع من الاصابه الاولى كان ممكن يعني في ناس تانية ممكن تقعد اكتر من كده شويه، لكن هو عشان حته القلب عنده دي، فهو بالنسبه له لا انا ما اقدرش اقعد اكتر من كده، انا عايز انزل العب بسرعه. فانا اتمنى ان شاء الله اللي ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات، لانه هيفرق مع نادي الزمالك جدا الفتره الجايه. صحيح. بس لكن نتكلم بقى على مستر جوميز. الراجل بصراحه ماشي كويس جدا مع نادي الزمالك. احنا كسبنا الماتش الاول البنك الاهلي 3-2، كنا افضل في المباراه تمام الحمد لله. لكن ماتش سموحه يعني محمد عواد بصراحه يعني شال كتير. شايفين نقول ايه عليه؟ لا عواد يعني. عواد الموسم ده يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا عواد كان راجع ماتش الاهلي قبل الماتش ليله الماتش المباراه على طول، وطبعا دي حاجه تحسب له جدا جدا طبعًا يعني. طبعا كان قاعد شهرين ما بيلعبش، وكان بعيد خالص، كان بعيد كمان عن السكور كمان يعني، ما كانش متواجد في السكور خالص. طب لما يرجع ويبقى بالمستوى ده، لا هو حارس مرمى كبير كمان، وهو كمان زاد اكتر. صحيح. يعني هو كمان دلوقتي بقى بيقرا اللعبه اكتر من الاول وافضل من الاول، وبقى كمان بيشيل نادي الزمالك في حاجات مواقف كتير. احنا ممكن نقول ان الكوره دي خلاص داخله جول، كل جمهور جول كده. مباراه سموحه احنا شفنا تالق قوي، شفت في نقاط سلبيه على دفاعنا؟ ما هي دي بقى المشكله. نادي الزمالك في الماتش ده الديفنس بتاع نادي الزمالك ممكن ما كانش في احسن حاله في الماتش، بس ممكن تكون دي مباراه. طبعا التشكيله اتسرب قبل المباراه، طبعا دي كانت حاجه ما كانتش كويسه خالص قبل المباراه بيوم. وممكن يكون كابتن احمد سامي كان ذاكر الفرقه كويس قوي قبل ما يبتدوا المباراه. لكن ان شاء الله اتمنى بقى الفتره الجايه ديت في رجوع بقى ان شاء الله الونش والزناري، وهيبقى معانا حسام عبد المجيد طبعا بالمستوى الجميل ده. طبعا المسلوسي، احنا نسينا المسلوسي. لا المسلوسي ده لا في حته ثانيه دلوقتي، كمان في حته ثانيه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. حاجه جميله جدا جدا. صحيح. جدا يعني بيحبوه قوي ومعتبرين ان هو من 100 عقبه كده، تحس ان بيتعاملوا معاه على انه من 100 عقبه. لا هو بيعتبروه اللي هو ابن من ابناء نادي الزمالك خلاص. لان طبعا احنا يعني كجمهور نادي الزمالك ومحبين لنادي الزمالك، وطبعا مدربين في نادي الزمالك بتبقى عندهم حته شويه ايه من ناحيه ابن النادي. صح. ابن النادي ده بيبقى خايف على النادي اكتر. كده طبعا شيكابالا ابن النادي، فاسطوره بقى، اسطوره. طبعا. دلوقتي طبعا. لانه من اول يوم لاخر يوم هو بيبقى هو قائد، حتى لو كان سنه صغير زمان. انتماء وحاسس ان ده بيته وحاسس. طبعا لا هو فعلا بيته، مش حاسس، هو فعلا بيته نادي الزمالك. يعني يعني طبعا شرف لاي حد يبقى متواجد في نادي الزمالك، بس لما يبقى ابن من ابناء الزمالك ده بيفرق جدا جدا. عارف مين برضو الجماهير حاسين نفس الاحساس ده مؤخرا كمان؟ خصوصا ناصر خوسيه جوميز، هم حاسين ان هو خلاص يعني 100 عقبه برضه. لا تحس اللي هو عارفه يعني ايه، عارفه المحامي بتاع هو كده. احنا حاسين اللي هو يعني واحد مننا، مش واحد مثلا جاي. بس الحقيقه هو اثبت ده والله، يعني في قرارات كتير وفي مواقف كتير اثبت ان هو بيبص على مصلحه نادي الزمالك، وان هو عايز النادي ده في احسن حته، مش مصلحته الشخصيه. ما هو جاي كان النادي كان يعني كان واقع بطريقه غير طبيعيه جداً. وبعدين طبعا يعني من الكلام ده طبعا انا بشكر مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب. طبعا يعني النادي كان في الفتره الاخيره دي كان في مشاكل غير طبيعيه، ولا زال في مشاكل. صحيح. يعني الفلوس اللي اتصرفت في حل المشاكل نادي الزمالك، القضايا اللي على نادي الزمالك، لو اتصرفت على نادي الزمالك وعلى الالعاب وعلى كل الالعاب طبعا، لان نادي الزمالك مش كره قدم بس. جميل الالعاب، عشان كده احنا بنقول اكبر قلعه رياضيه في مصر. طبعا. وفعلا احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. صحيح. لان احنا مش نادي الزمالك بس كره قدم، احنا عندنا كل الالعاب اللي متواجده في على مستوى الاولمبياد كلها، او الاتحاد الدوليه كلها متواجده في نادي الزمالك، وكلنا يعني كلها بتبقى مشاركه اللي هي تاخد البطوله، وبتاخد فعلا البطوله الحمد لله. وعندنا طبعا الصالات حاجه كبيره جدا. فلما الكابتن حسين لبيب طلع وقال اكبر قلعه رياضيه في مصر، ما كانش من فراغ، لا فعلا هو اكبر قلعه رياضيه. ونادي الزمالك
يستحق يكون كده طبعا. صحيح بس. دي حقيقه دي حقيقه. ولو رجعنا تاني لكلامنا على جوماز، الحقيقه الراجل ده برضو زي ما انت بدات كلامك انت بجمله مهمه قوي، ان هو جه في ظروف كانت صعبه جدا، رغم ده شاف انتقادات كتيره جدا وشايف ناس كتير لا يمشي هو مش مناسب لنادي الزمالك، رغم ان هو جاي في فتره ما كانش في ايده ان هو يعمل لنا اي حاجه. يعني الراجل برضو جه في فتره كانت صعبه قوي، ودلوقتي هو بيثبت ان هو فعلا رغم الظروف رغم المشاكل رغم الحاجات اللي عدينا بيها في الموسم اللي فات الكبيس الطويل قوي ده، احنا قدرنا نحصد لقبين مهمين جدا، اثنين قاريين مهمين جدا، السوبر والكونفدراليه. فالحقيقه بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل نفسي كويس قوي، بيعرف يتعامل معاهم فنيا كويس قوي. فالحقيقه احنا كسبنا برضو بشكل كبير جدا مستر خوسيه جوميز ده. مكسب يعني. هقول لحضرتك على حاجه، قبل الفتره بتاعه مستر جوميز احنا طبعا خدنا الدوري مرتين ورا بعض من موسمين. احنا النادي الوحيد لما بيبقى ماشي كويس جدا اللعيبه بتاعته ما بتبقاش موجوده، يلا انا عايز جالي عرض بره، يلا مش عارف ايه. طب اشمعنى نادي الزمالك؟ ليه نادي الزمالك بالذات؟ ليه نادي الزمالك دايما لما بياخد دوري الناس بتكبر الموضوع عليه قوي؟ فالفتره الاخيره كان يعني المجلس الجديد طبعا لما جه كان المشاكل كلها موجوده، فبدا يحل وبدا يجيب لعيبه كمان. لما جاب عبد الله السعيد طبعا، جاب ناصر سعيد. ناصر ماهر يعني الاثنين انت قلت اثنين دلوقتي قلت ثلاثه دلوقتي. لا انا بجيب لك يعني كل الثلاثه اللي انت قلتهم بصراحه. لا 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 شحاته وشحاته برضه. لا بصراحه تدعيمات قويه جدا. ورغم كده برضه مطالبين اللي هم يجيبوا اكتر واكتر طبعا، والناس شايفه ان هم مقصرين. لا هم مش مقصرين، بس النادي بقى يعني نادي الزمالك محتاج يشم نفسه. مش لاحق كده. ورغم كده خدنا بطوله الكونفدراليه وخدنا السوبر الافريقي، رغم ايه واحنا رايحين السوبر الافريقي كل مصر بتقول لك احنا هنروح نخسر ونيجي وهناخد كمان سكور، بس الحمد لله قدرنا نعمل ماتش قوي ونكسب وكمان نبقى احنا الافضل في المباراه. صحيح. طيب وده عشان مستر جوميز يعني لما قعد معانا مع المدربين بقى يشرح لنا هو بيعمل ايه مع النادي الاهلي. طبعا انا مش هقدر اتكلم لا في مش عايزين نتكلم مش عايزين نبوظ. لا 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 طبعا هو بيشرح لنا هو بيعمل ايه مع النادي الاهلي. فبصراحه لا الراجل ده في حته تانية خالص، عشان كده بقول لحضرتك لما تيجي تلعب النادي الاهلي بالسكواد بتاعه ده وطبعا الدعم الاعلامي وكل حاجه حواليه تمام وتكسبيه، وكل مصر كانت تقعد تقول لك لا انت رايحه تخسري. لا ورغم استقراره المادي واستقراره الاداري رغم كل الصفقات وكل ده طبعا كنا الافضل. كنا الافضل في المباراه حتى. صحيح. برضو مباراه السوبر كنا المصري الافضل برضو. كنا الافضل وخسرنا بضربات الجزاء. صحيح. تمام واحنا برضو كسبنا ضربات الجزاء بس احنا كنا الافضل، كنا الافضل في المباراتين. صحيح. لان الراجل ده فعلا عارف هو بيعمل ايه بصراحه مع كولر. ده حقيقي. عارف هو بيلعب ازاي. هو كان اتكلم معانا في حته تبع بناء اللعب النادي الاهلي تمام، وكان بيضغط ازاي وبيعمل ازاي مع الناس دي. ماشي بس طبعا برضو مش هقدر اشرح اكتر من كده عشان ايه الاهلي ما يعرفش سر ان شاء الله ربنا يكرمنا. لكن هو كان بيقطع على النادي الاهلي كل حاجه في بناء لعبه بحيث اللي هو يقدر هو اللي يمتلك الكوره، ما يخليش النادي الاهلي هو اللي يلعب. صحيح. لا انا اللي العب وانا اللي اسيطر على المباراه وفي نفس الوقت ما يخشش فيها جول. طيب. وده مهم جدا كمان في الماتشات اللي زي دي. طبعا مهم جدا. طب تتوقع انه هيبدا مباراه المصري بنفس التشكيل بتاع سموحه ولا تتوقع هيعمل تغييرات؟ بصي هو التشكيل بتاع سموحه كان يعني كان اقرب يعني كويس، بس ممكن يبقى فيه تغييرات. ممكن يبقى فيه تغييرات شويه. طب تتوقع هيعتمد على الشباب تاني؟ يعني انا عايزه ادخل بقى معاك في حته الشباب اللي طبعا شفنا انتقادات كتير قوي لما مثلا جوماز يعني فكر في انه يشرك اللعيبه الشباب الصغيره، شفنا انتقادات كبيره جدا لمستر خوسيه جوماز رغم ان احنا كسبنا لعيبه شباب ورغم ان بيطلع دايما من قطاع الناشئين كنوز، فكلمني على الحته دي. بصي هو قطاع الناشئين الاول قبل اي حاجه احنا عندنا فعلا لعيبه قويه جدا في قطاع الناشئين. بس هو مشكله نادي الزمالك انه دايما بيلعب على بطوله. الانديه الثانيه اللي هي اللي موجوده في الدوري بتطلع ناشئين ومش فارقه معاها تكسب تخسر، انا في وسط الجدول وخلاص. لكن انا لما بخسر ماتش في جمهور بيزعل. نادي الزمالك بيبقى دايما مطالب اللي هو يكسب كل ماتش، بيبقى دايما مطالب اللي هو ياخد البطوله اللي بتخش فيها. طيب. فهي دي المشكله في الصبر شويه على الناشئ، لان الناشئ بيبقى طالع لسه محتاج ياخد فتره عشان يبدا يخش في الاجواء يخش في الاجواء بتاعه التاني. لكن احنا بصراحه كابتن بدر السنه دي عامل شغل غير طبيعي. احنا عارفين كابتن بدر عامل غير طبيعي في لان كمان بدا يدخل. احنا كنا الاول في مدرسه الكوره كانوا بيلعبوا هنا منطقه جيزه، فكنا بنكسب كل ماتش مثلا ب 10 11 15 0.
فالسنه دي بدا يدخلنا في منطقه القاهره بيلعبوا مين بقى؟ بيلعبوا مثلا بيراميدز، بيلعبوا انبي، بيلعبوا الداخليه، الفرق دي اللي طبعا الاهلي موجود متواجد معاهم، الفرق دي بتدي دفعه قويه جدا للعيب وهو ناشئ لسه او لسه تحت سن كمان النشأ، ان هو يبقى قوي من صغره. صح. تفرق معاه قوي، عشان كده الفتره الجايه دي انا اتوقع ان هيبدا يطلع من الناشئين ناس هتفيد جدا نادي الزمالك في الفريق الاول ان شاء الله. طيب مين بقى من اللي انت متوقع لهم دول ان هم يفيدوا يعني نادي الزمالك وان شاء الله يفيدوا نادي الزمالك، مين ابرزهم؟ انا على فرقتي مثلا 2007 احنا عندنا محمد ايهاب حارس المرمى. طب ده حارس متميز بس ما شاء الله، حارس كبير جدا. معايا عمر طبعا عبد العزيز، بس عمر طبعا متواجد فوق في الدرجه الاولى. لكن ده فرقتي هم الاثنين اللي متواجدين معايا، ومعايا عزت طبعا حارس المرمى، بس محمد ايهاب وعمر الاثنين من حراس ان هيبقوا حراس نادي الزمالك الفتره الجايه دي كلها. معايا احمد فرج، ده باك رايت حاجه محترمه جدا. خالد المساك، معايا حمد بيلعب في منتخب مصر 2008، برضو حاجه كبيره جدا ومحترمه جدا. معايا حسام عاشور، ضهف حاجه جميله جدا. احنا عامه بنبقى مطمنين من 2005 ل 2007، يعني 2005 2006 2007 لا 2005 احنا عارفين 2005 ان بيطلعوا. لا فرقه محترمه جدا ماشي اول طبعا دوري جداً كمان جدا. ففرقه جميله، اسامي بجد محترمه، مش عايزه انسى حد، ولكن اسامي محترمه، لعيبه موهوبه. الحقيقه قطاع الناشئين بتاع نادي الزمالك ده دايما بنطلع منه كده لعيبه بمثابه صفقات مهمه جدا لنادي الزمالك. هي بس انا الاحسن للناس لما الناس لازم يطلعوا الناس دي يطلعوا اعراض سنه او سنتين. صح. قبل ما يخلصوا فتره الناشئين يطلعوا لانديه الدوري الممتاز اللي هي بتبقى في نص الجدول، يلعبوا معاهم السنه او سنتين ويجوا جاهزين لنادي الزمالك في الفتره دي، لان هو ده الصح، لان نادي الزمالك دايما بيلعب على بطوله، مش اللي انا جاي عايز ابقى متواجد كده وخلاص. فلما يروح في مكان معلوش ضغط ويلعب سنه او سنتين، احمد فتوح نفسه اللي راح سموحه الاول وبعدين رجع الزمالك، لما راح سموحه عمل موسم غير طبيعي، رجع في نادي الزمالك بقى حاجه كبيره جدا. فهو لازم يبقى كده. احنا دايما حتى الكابتن، يعني انا طبعا بشكر الكابتن عماد المندوه، المشرف العام على مدربين حراس المرمى في نادي الزمالك، عامل شغل هايل جدا في مع مدربين الحراس. تقريبا هو بيجي مثلا الساعه 7 الصبح، ممكن يروح الساعه 5 المغرب، بيفضل مع مدربين حراس المرمى كل قطاع الناشئين، يقعد يقول لهم هنعمل 1 2 3، ويبدا يعلم فيهم بخبراته الكبيره طبعا. فبصراحه استفدت منه جدا جدا جدا. انا جاي اشتغلت في نادي الزمالك كنت متخيل الدنيا سهله، لان انا لعبت في نادي الزمالك 7 سنين، فكنت متخيل الدنيا سهله شويه. في التدريب حراس المرمى لا، الموضوع شغل وعلم وحاجات كبيره قوي. فانا بحمد ربنا اللي في تواجد الكابتن عماد المندوب، انه فعلا موسوعه في كل حاجه. حتى في الشغل بينزل يشتغل بايديه ويعلمنا نقدر نشتغل ازاي مع الحراس، ويعلم كل، لان طبعا الحارس 2007 غير 2005 غير 2010 او 9، كل ده بيختلف الشغل معاهم. صحيح. الحمل البدني والشغل حتى الكوره بيختلف. فكابتن عماد بيشتغل مع كل مدربين حراس المرمى، فانا بشكره بصراحه. طبعا بنشكره ونوجه له التحيه طبعا من هنا، يعني كابتن كبير، واكيد كل عنصر وكل فرد داخل قطاع الناشئين بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يطلع لعيبه فعلا مميزه زي اللي احنا بنشوفهم. يعني احنا شفنا برده الشناوي اللي طلع وتالق، كان من الشباب اللعيبه الشباب وتالق برده مع نادي الزمالك. تتوقع ليه انه ممكن في يوم من الايام يبقى الحارس الاول لنادي الزمالك؟ طيب ممكن اتكلم عن الشناوي شويه، عشان انا يعني عارف قصه الشناوي شويه في الموضوع. طب. ده الشناوي كان ما كانش متواجد الموسم اللي فات خالص في الدرجه الاولى. كان عبد الرحمن نفادي ومعاز هما الاثنين المتواجدين، وكانوا موجودين في افريقيا، هو ما كانش بيطلع، يعني كان بيطلع على فترات يعني. بس في اخر الموسم طلع اثبت نفسه، ولما لعب اثبت نفسه اكتر واكتر. فهو حارس كويس جدا، وحظه كويس اللي هو معاه عواد وياخد الفرصه دي. فطبعا ده حظه كويس، وطبعا نادي الزمالك كمان وجمهور نادي الزمالك عرفوا في المباراه الاخيره، وهو كان كويس وكان بيشيل الفرقه. فبصراحه لا، الشناوي عنده فنيات كبيره، وبعدين هو الحارس الثالث دلوقتي في نادي الزمالك،
ولو في اي حاجه بتحصل في نادي الزمالك كان ممكن الاول يقول لك ايه احنا ما عندناش حارس موجود مع صبحي وعاد، بس جمهور نادي الزمالك دلوقتي مطمن عشان في الشناوي موجود. صحيح. بصراحه حارس كويس، واتمنى له يعني ان شاء الله الاستمرار في مستواه ده. طبعا، واتمنى ان كل لاعب من اللعيبه الشباب لما يجي له فرصه انه يمسك فيها وانه يثبت نفسه، لانه بيلعب لنادي كبير، نادي الزمالك ده اسم وتاريخ، وده نادي الزمالك. فانت لما يجي لك الفرصه لازم تمسك فيها، زي ما شفنا الشناوي زي ما انت قلت هو خد الفرصه اثبت نفسه، وده اللي بيفرق مع نادي الزمالك ويفرق مع جمهور نادي الزمالك، ان انت زي ما قلت دلوقتي هو مطمن ان في شناوي مع صبحي ومع عواد. فبنتمنى ان كل اللعيبه الحقيقه اللي بتطلع من قطاع الناشئين تبقى حاسه بالمسؤوليه اللي عليها ويثبتوا نفسهم. احنا شفنا مثلا خوسيه جوميز بيشرك اللعيبه الشباب، بيديهم فرص، بيجرب مين ممكن يطلع، لان زي ما قلنا هم بيبقوا بمثابه فعلا صفقات لنادي الزمالك. فبنتمنى نشوفهم طبعا في الفتره اللي جايه متالقين بشكل اكبر. طيب اسالك بقى على مباراه المصري، ارجع تاني لمباراه المصري يوم السبت. تتوقع كده بكل بقى اللي احنا اتكلمنا فيه ده وظبطنا كده عملنا كده انالايزنج للحاجات اللي فاتت والماتشات اللي فاتت، شايف التشكيل ممكن ايه هو الانسب لينا ان احنا نلعب بيه امام طبعا المصري؟ ان شاء الله طبعا الحمد لله على رجوع زيزو، يعني ان شاء الله هيكون متواجد، بس احنا ممكن يبقى عواد تمام، هيبقى المسلوسي وعبد المجيد، عمر وبنتايج، او ممكن فتوح. تمام، تتوقع يعني مين بقى ممكن؟ ممكن فتوح، في فتوح؟ ممكن فتوح، ممكن فتوح وشحاته ودونجا هيبقوا موجودين، السعيد وشلبي وناصر، وهيبقى ناصر ماهر، وهيبقى ممكن في الامام هيبقى ناصر منسي. طيب يعني احنا اكيد بنتمنى لهم التوفيق. طب توقعات سريعه كده، تتوقع كام كام؟ بصي يعني النتائج طبعا النادي المصري عامل موسم، الموسم اللي فات موسم رائع ومعاه مدير فني كبير، ومباراه بتبقى خارج التوقعات خالص، لان طبعا النادي كمان نادي جماهيري، فهم هناك طبعا بيبقوا يعني برضو عايزين يكسبوا تمام، لكن هم وفي اول ماتش، وفي اول ماتش هم كسبوا 2-0 طلع الجيش، وتعادلوا مع الجونه 0-0، بس باذن الله مع نادي الزمالك يعني هيبقى الوضع مختلف ان شاء الله، وباذن الله ده اول خساره ليهم، وباذن الله الماتش ممكن يخلص 2-0. 2-0؟ طب مين بسرعه كده هيسجل الاهداف؟ انا ناصر ماهر وعبد الله السعيد. يلا ان شاء الله وعلى خير، وان شاء الله نشوفهم كده بيفوزوا بالمباراه وبيحصدوا النقاط اللي هتكون غاليه جدا على كل جماهير نادي الزمالك. والحقيقه كابتن شريف انت نورتني، الوقت جري، ولكن كانت فقره مميزه جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. بشكرك شكرا جدا. مرسي. يعني كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان معايا كابتن شريف فوزي مدرب بقطاع الناشئين لفريق 2007، مدرب حراس المرمى. هي فقرة كانت مميزة جدا، بنتمنى كل توفيق لفريقنا، فريق نادي الزمالك، وكمان لمنتخبنا الوطني النهاردة إن شاء الله أمام بوتسوانا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من نهاركم.